السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم تحدث الكثير من اللحظات المذهلة والمثيرة التي تثير إعجاب الجماهير، وفي هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض اللحظات المدهشة والغير عادية والغير متوقعة أيضا، والتي لو لم تسجلها الكاميرات لما صدقها أحد. لنبدأ. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. تم إرجاع الكرة هنا لحارس المرمى، فبإمكانكم أن تتابعوا كيف حاول ترويضها ومن ثم حاول إبعادها بعد أن أفلتت منه بهذا الشكل، ليسدد الكرة ويدخلها في شباكه بنيران صديقة بهذا الشكل الغبي. لاعبة المنتخب البرازيلي قامت بإلقاء الكرة من التماس وبشكل رائع لتصل الكرة على رأس زميلتها، ثم تصل على رأس لاعبة أخرى فتقوم بوضعها في الشباك هدفا ولا أروع. ركزوا من هذه الفرصة كيف تم تسجيل هذا الهدف الاستثنائي والرائع من لاعبات المنتخب البرازيلي. حارس واتفورد هنا كان غبيا جدا بإبعاد هذه الكرة، والتي ارتطمت برأس لاعب الخصم ثم دخلت في الشباك هدفا بهذه الطريقة. حسنا، كان بإمكانه فعل أفضل من ذلك، لكنه كان مستعجلا لإبعاد الكرة. تم تنفيذ هذه الركنية لتصل إلى هذا اللاعب داخل منطقة الجزاء، فتابعوا كيف سدد الكرة بمقصية ولا أروع محرزا هذا الهدف الاستثنائي والرائع على يسار حارس المرمى. يمكنكم أن تشاهدوا مدى جودة وروعة هذا الهدف. لاعب باريس سان جيرمان هنا قام بتسديد هذه الكرة القوية لتلمس بقدم مبابي وتنحرف نحو الشباك هدفا بهذه الطريقة. حسنا، أن الغريب أن كيليان مبابي كان متسللا بهذه اللقطة. قام هذا اللاعب هنا بتعريض الكرة لتمر من زميله الأول وتصل إلى الثاني، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف ضاعت هذه الكرة بأن سددها هذا اللاعب خارج الملعب. أليس الأمر في غاية الغرابة؟ هذا المدافع قام بتمرير هذه الكرة إلى زميله في العمق، لكن يمكنكم أن تتابعوا كيف كان الحارس غبيا بأن تقدم ولم يقدر الكرة بشكل صحيح، فتمر من فوقه إلى هذا اللاعب الذي أودعها في الشباك كما ترون أمامكم. لنتابع هنا بين هؤلاء اللاعبين وكيف ترتطم الكرة بالمدافعين ويتم تصديها بشكل رائع لتصل إلى هذا المدافع الذي حاول إبعادها، فترتطم بلاعب الخصم وتدخل إلى الشباك بهذا الشكل. بعد معاناة كبيرة بإبعاد الكرة، تابعوا كيف دخلت إلى الشباك. في هذه اللقطة تقدم هذا اللاعب بانفراد بعد أن أخذ الكرة من أمام الحارس وقام بتسديدها نحو الشباك، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر ورجعت إلى زميله الذي حاول وضعها في الشباك، فترتطم بقدم الحكم وتخرج من الملعب بهذا الشكل. وهنا يطالبون الحكم بأن يحتسب أي شيء، لأنه هو من أخرج الكرة من أمام المرمى. قام لاعب إنتر بتعريض الكرة وإيصالها إلى لوكاكو الذي حاول إيداعها برأسه في الشباك، لكن تابعوا كيف تصدها الحارس لترتطم الكرة مجددا برأس لوكاكو وتدخل هدفا في الشباك. لعب لوكاكو دور المدافع بطريقة استثنائية، إذ تقدم هذا اللاعب وقام بالارتقاء للكرة ليضربها برأسه نحو الشباك، فترتطم برأس لوكاكو وتذهب بعيدا. هذا اللاعب وبطريقة استثنائية سدد هذه الكرة بعد مراوغة جميلة لتمر بين أقدام ثلاثة مدافعين ومن بين أقدام حارس المرمى أيضا إلى الشباك هدفا. يتقدم هذا اللاعب العمق، وبدلا من تمرير الكرة إلى زميله قام بإرجاعها إلى هذا اللاعب الذي مهدها لزميله الآخر، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف سددها بقوة لترتطم بكعب زميله داخل منطقة الجزاء وتمر من فوق الحارس هدفا ولا أروع. تقدم لاعب مانشستر يونايتد وقام بتعريض هذه الكرة لتصل إلى شيشاريتو فيحاول تزيدها، فترتطم بوجهه ثم تدخل إلى الشباك هدفا. يتقدم لاعب برشلونة، فتابعوا كيف سدد هذه الكرة لترتطم بهذا المدافع ومن ثم بزميله إلى أن دخلت الشباك بهذا الشكل بعد أن ارتطمت ببرايثويت. يتقدم هذا اللاعب ويقوم بتسديد هذه الكرة، فترتطم بكعب هاري كين
فشاهدوا كيف نزلت إلى الشباك هدفا في غاية الروعة. سدد هذا اللاعب ركلة الجزاء وكان محظوظا للغاية أنها ارتطمت بالعارضة بهذه الطريقة ثم بالحارس ودخلت هدفا إلى الشباك. تقدم لاعب جنوى وبهذه الطريقة قام بتمرير الكرة، فتابعوا كيف كان طريقها نحو المرمى دون أن يلمسها أحد لتدخل هدفا بشكل صادم جدا. هذا الهدف الذي ترونه أمامكم من ركلة حرة ثابتة حاز على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم لعام 2015. التفافة الكرة بهذا الشكل يكفي أن تعرف لماذا حصل على جائزة بوشكاش. لنتابع هنا هذا المدافع الغبي وكيف سدد هذه الكرة لترتطم بلاعب المنتخب الأرجنتيني وتأتي إلى ميسي الذي استغل الكرة مباشرة وقام بإيداعها على يمين الحارس بهذا الشكل الرائع. وصلت الكرة من الركنية على رأس هذا اللاعب، فتابعوا كيف دخلت الكرة إلى الشباك ولكن من خارج الملعب كما ترون، إذ أنه يوجد ثقب في الشباك الخارجية لتدخل الكرة منه بهذا الشكل بصدفة غريبة كما ترون أمامكم. تصل الكرة بتمريرة رائعة إلى رونالدو، فتابعوا كيف تعثر بالكرة لتطير في الهواء وتصل إلى زميله الذي أودعها مباشرة في المرمى. لنتابع جاك جليريش وكيف سجل كرة من العدم في الشباك بعد أن ارتطمت به بهذا الشكل لتدخل إلى المرمى. تقدمت هذه اللاعبة بانفراد أمام حارسة المرمى، فتابعوا كيف سددت الكرة لترتطم بالحارسة ثم بوجهها وتدخل الكرة إلى الشباك. لا تدري لماذا تبكي هذه اللاعبة، أمن الضربة أم لأنها كانت ستضيع الهدف. قام هذا اللاعب بتعريض الكرة لزميله، لكن هذا المدافع حاول إبعاد الكرة ليدخلها في شباك فريقه بنيران صديقة كما ترون أمامكم. قام لاعب أرسنال ساكا بتعريض هذه الكرة وكان الكل يتوقع أنها خارج الملعب، لكنها دخلت في الشباك بطريقة غريبة هدفا كما ترون. لنتابع هنا زلاتان إبراهيموفيتش وكيف قام بالوصول إلى هذه الكرة لتسديدها على الطائر مستغلا تقدم حارس المرمى قليلا ليسجل هذا الهدف الاستثنائي والجميل للغاية. حراس المرمى عادة يدخلون مع زملائهم في آخر الدقائق لتسجيل الأهداف، لكن هذا الحارس سجل هدفا استثنائيا ورائعا من مقصية إبداعية كما ترون أمامكم بهذا الشكل. لنتابع حارس المرمى هذا وبطريقة غريبة كيف ثبت تسديدة لاعب الخصم على القائم بهذا الشكل ثم أخرجها من الملعب. بشكل غريب جدا تعرقل هذا اللاعب بحكم المباراة ليقوم الحكم ويقوم بطرده مباشرة بالبطاقة الحمراء على هذا الفعل. هذا الهدف الرائع لا نشاهده إلا بأفلام الكرتون، إذ قام هذا اللاعب بتعريض الكرة لزملائه اللذان قاما بنفس الوقت بمقصية ازدواجية سجل منها هذا الهدف الجميل. في هذه اللقطة رجعت الكرة من الدفاع للاعب الخصم الذي سدد الكرة لترتطم بقدم زميله ثم بكعب زميله الآخر فتنزل في الزاوية 90 مباشرة هدفا ولا أغرب. ارتدت الكرة من لاعبي توتنهام إلى نغولو كانتي الذي سددها بكل قوة لتمر بين أقدام ثلاثة لاعبين ثم حارس المرمى ثم إلى الشباك هدفا ولا أروع. في هذه اللقطة تقدم زلاتان إبراهيموفيتش وسبق الجميع بقدمه الطويلة وأرسل هذه الكرة لوب نحو الشباك، ولكن قبل أن تدخل حاول هذا المدافع إبعادها، لكن للأسف كان الوقت قد مر ودخلت الكرة بكامل محيطها وتم احتساب هذا الهدف الرائع لزلاتان. تقدم هذا اللاعب وقام بتعريض هذه الكرة، فتابعوا كيف قام هذا المدافع بإبعادها لكنها ترتطم برأس لاعب الخصم وتدخل هدفا مباغتا كما ترون. بهذه اللقطة حاول لاعب وستهام أن يقوم بتعريض الكرة لكنه سددها مباشرة في شباك الحارس مينيدي مسجلا هذا الهدف الإبداعي.
ركزوا جيدا على كيمبيمبي وكيف قام بإيقاف هذه الهجمة الخطيرة ضد فريق باريس سان جيرمان، وركزوا كيف قام بقطع الكرة بشكل رائع بهذا التدخل من أمام أربعة لاعبين. تقدم هذا اللاعب بانفراد وقبل أن يصل إلى حارس المرمى سقط بهذه الطريقة، ولكنه لمس الكرة لتكمل الكرة طريقها نحو الشباك هدفا بهذا الشكل. ركزوا على لاعب الخصم هنا وكيف جعل لاعب بايرن ميونخ يقوم بلمس الكرة بيده ويحتسب ضده بالفعل لمسة يد، إذ قام اللاعب بوضعها بقدمه قبل أن تخرج بكامل محيطها ليحتسب ضد هذا اللاعب لمسة يد كما تشاهدون. في مباراة ليفربول وليستر سيتي لنتابع اللاعب فايس بعد أن كان ليستر متقدما بهدفين، كيف قام بإبعاد هذه التعريضة لكنه أنزلها في شباك ليستر هدفا بهذا الشكل، وبعد ذلك ينطلق داروين نونيز بهذه الكرة ليقوم بتسديدها فتمر وترتطم بالقائم الأيسر، فترتطم بعد ذلك بنفس المدافع وهو فايس ليحرز الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول. صدفة غريبة وعجيبة ليس كذلك؟ في هذه المباراة لنشاهد هذا الحارس الغبي، والذي ما إن انتهت هذه الهجمة بإمساكه للكرة بيديه قام بإلقائها على الأرض مجددا بطريقة غريبة، إلى أن أتى لاعب الخصم والذي لم يتوقع أن يقوم الحارس بهذا الفعل فقام باختطاف الكرة وإيداعها في الشباك مباشرة. الغريب هو أن الحارس قام بإلقاء الكرة أمام لاعب الخصم بهذا الشكل المثير والغير متوقع. لنتابع في هذه المباراة كيف تقدم هذا اللاعب وحاول أن ينطلق، لكن يمكنكم أن تشاهدوا كيف ارتطم بهذا المصور وسقط عرضا. حسنا، يبدو أنه لم يحدث له شيء باستثناء أن الكاميرا تضررت قليلا. في مباراة جمعت أرسنال وتشيلسي تابعوا تسديدة هازارد والتي تصدى لها تشامبرلين، والغريب هنا أن الحكم قام بطرد جيبس اللاعب الآخر وليس تشامبرلين الذي كان من المفترض أن يتم طرده، لأنه هو من لمس الكرة بيده وليس هذا اللاعب. في هذه اللقطة لم يكن أمام حارس المرمى هذا سوى أن يمسك الكرة بيديه حتى لا يدخل هدف في شباكه، لكن الأمر كلفه كثيرا وهو أن تم طرده بالبطاقة الحمراء من الملعب. سوء تفاهم بين هذا الحارس والمدافع والذي من خلاله تم إدخال هذه الكرة بينهما ليتحصل عليها لاعب الخصم الذي انطلق نحوها مباشرة ليودع الكرة في هذه الشباك الفارغة. لنتابع كيليان مبابي وهذه الفرصة وكيف راوغ الحارس بشكل خاطئ لتطول عليه الكرة وتخرج من الملعب. في هذه اللقطة الغريبة للغاية ركزوا جيدا كيف ارتقى هذا اللاعب في الهواء لينزل فوق خصمه بهذا الشكل، وبعد ذلك يقف ويقوم بحمل خصمه. حسنا، انتهى الأمر بصافية من الحكم واعتذار بين اللاعبين. في مباراة جمعت إيفرتون وتشيلسي ركزوا جيدا على هذه اللقطة والتي تقدم فيها لاعب تشيلسي بهذه التسديدة القوية والتي ارتطمت بالقائم الأيمن لترجع الكرة لهذا اللاعب فيقوم بتسديدها أمام الشباك بهذه الطريقة، فيتصدى لها الحارس بطريقة إبداعية وردة فعل مميزة. ركزوا جيدا على حارس المرمى هذا والذي أمسك الكرة ولكن خارج منطقة الجزاء، ولو أنه تركها لتمكن لاعب الخصم من اختطافها، وعند العودة إلى الفار تم طرد الحارس بالبطاقة الحمراء على لمسة اليد هذه خارج منطقة الجزاء. تمت عرقلة اللاعب أردا توران بهذه الطريقة أمام هذا الحكم والذي لم يحتسب أي شيء لأردا توران، فقام توران من فوره وقام بدفع الحكم وهو يصرخ عليه، فتلقى مباشرة البطاقة الحمراء من حكم الساحة. هنا أثناء الركلات الترجيحية أضاع هذا اللاعب الركلة الترجيحية، فتابعوا حارس المرمى كيف ذهب يحتفل أمامه بهذه الطريقة الجنونية حتى يقوم بإغاظته، وكأن البطولة بينهما فقط وليس بين فريقين في هذه المباراة. ركزوا جيدا على لاعب أربي لايبزيغ وكيف وضع الكرة على الخط ولم تخرج بكامل محيطها، ليأتي لاعب بايرن ميونخ لينفذ التماس فيمسك الكرة بهذا الشكل بكلتا يديه لتحتسب عليه لمسة يد من قبل الحكم كما تشاهدون.
يحاول هنا أليكسيس سانشيز التضييق على لاعب ليستر سيتي حتى ينفذ التماس بشكل جيد ليقوم لاعب ليستر بضرب الكرة بكتفه، لكن تابعوا سانشيز كيف يتألم وكأنه ضرب بوجهه بهذه الطريقة. ركزوا جيدا على هذا الخطأ الفادح من ستيفن جيرارد، والذي به تقدم لاعب تشيلسي واختطف الكرة وأودعها في شباك ليفربول هدفا بهذا الشكل. حارس إيفرتون هنا بعد أن أمسك الكرة أخذ يقوم بإضاعة الوقت بهذا الشكل، وينام على الكرة ويفعل ما يحلو له، ولكن بعد أن تمكن لاعبي ليفربول بعد ذلك من التسجيل والفوز في المباراة، تابعوا أليسون بيكر وكيف يرد له الحركة التي قام بها ويقوم بإضاعة الوقت، وهذا ما أعجب الجماهير حقا. خروج خاطئ من حارس نيوكاسل لهذه الكرة، ولكن تابعوا لاعب الخصم والذي تمكن من إيصال الكرة إلى زميله، ولكن كان هناك حارس المرمى هذا المخضرم للغاية والذي قام بردة فعل إبداعية ومميزة وتصدى الكرة بآخر لحظة عن شباك فريقه. الغريبة خرجت الكرة إلى التماس وأخذ اللاعب أياكس يقوم بالتمثيل أنه أصيب، ولكن بعد ذلك تابع المدرب كيف يضحك عليهم، وهنا أتى زميل لاعب أياكس وقام بإنزال زميله على الأرض بهذا الشكل ليتلقى البطاقة الحمراء من حكم الساحة على هذا الفعل. هذا الطفل الصغير حاول أن يقوم بعمل مزحة ليستفز اللاعب تياغو سيلفا، لكن شاهد تياغو سيلفا وكيف رد له المقلب بوضع يده على أنفه بهذه الطريقة. لنتابع هذه المناوشات التي حدثت بين لاعبي مانشستر يونايتد وهذا اللاعب لتتطور الأمور وتصبح مشادات قوية، وهنا تابع كاسيميرو كيف يمسك بهذا اللاعب من عنقه ويحاول خنقه بهذه الطريقة. حسنا، اللاعب يبدو أنه مستسلم تماما، ليتلقى كاسيميرو في النهاية البطاقة الحمراء بعد العودة إلى الفار. دخل لاعبي ليفربول ليسلموا على الحكم واللاعبين الآخرين، ويبدو أن ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح لم ينتبها إلا بعد مرور قطار اللاعبين. بعد أن سجل هذا اللاعب آخر ركلة ترجيحية، تابع الحارس كيف أخذ يحتفل بهذه الحركات البهلوانية الرائعة بعد الانتصار بالركلات الترجيحية في هذه المباراة. لنركز هنا على المناوشات التي حدثت بين أيرلينغ هالاند وهذا اللاعب، وقام اللاعب بضربه بهذه الطريقة، فشاهد هالاند هنا بعد ذلك كيف قام بأخذ هذه الكرة وضربها به لتخرج مجددا إلى الركنية. في هذه اللقطة لنركز على هذا اللاعب وكيف قام بضرب الكرة برأسه لتنزل وترتطم بالعارضة مرتين، ثم يأتي لاعب آخر محاولا أن يستفيد من هذه الكرة ليضعها برأسه في الشباك، لكنه ضرب العارضة مرة ثالثة. هذا اللاعب داس على قدم خصمه والحذاء لم يفلت فقط، بل تمزق بالكامل كما تشاهدون. لنتابع هذا الحارس هنا وكيف قام لاعب الخصم باستغلال هذا الخطأ بالتمرير ليضرب الكرة برأسه فترتطم بالعارضة، ثم ترجع إلى اللاعب المحظوظ فيضع الكرة برأسه مجددا في الشباك. في هذه اللقطة لنركز على لاعب مانشستر يونايتد وكيف تقدم، ثم وبهذه الطريقة قام بركل قدم زميله ليعرقله بهذا الشكل. هذا الحارس كان ذكيا للغاية إذ خرج وقام بإخراج الكرة معه إلى التماس حتى لا يقوم لاعب الخصم برمي الكرة مباشرة. قام الحارس بوضع كرة أخرى داخل الملعب، وهنا الحكم أعطى اللاعب البطاقة الصفراء لأنه ألقى الكرة بهذا الشكل على الحارس. تم تمرير هذه الكرة للاعب المنتخب الكاميروني والذي أودعها هدفا رائعا في الشباك، فتابعوا هنا كيف ذهب ليحتفل بقلع التيشيرت الخاص به ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية لأنه قلع التيشيرت، ثم يطرد بالبطاقة الحمراء. احتفاله كلفه الطرد من المباراة. تقدم هذا اللاعب أمام الشباك الفارغة وبانفراد، لكن تابعوا لاعب فولفسبورغ وكيف قام بعرقلة لاعب الخصم في آخر لحظة قبل أن يودع الكرة في الشباك ويطرد بالبطاقة الحمراء. لنشاهد في هذه اللقطة هذا الهجوم للاعبي توتنهام وكيف تمكن هاري كين من الوصول إلى الكرة،
ولكنه تعرقل وسقط أرضا ولمس الكرة في آخر لحظة وأودعها في الشباك بهذا الشكل الغريب والصدفة الذي كان محظوظا بها. هذا المدافع هنا أرجع الكرة بكل قوته لحارس المرمى الذي كان بعيدا نسبيا عن المرمى لتدخل الكرة بنيران صديقة في شباكه بهذا الشكل. في هذه اللقطة خرجت الكرة بجانب ميكل إرتيتا ليقوم دي بروين بدفع المدرب بهذا الشكل الغير محترم، وكادت أن تحدث مناوشات بينهما. وعندما خرجت الكرة عند الركنية تابع الجماهير كيف ألقت القمامة على دي بروين بهذا الشكل كما ترون. في هذه اللقطة رفع اللاعب الكرة لترتطم بيد لاعب ليفربول، فشاهدوا كيف تقدم الأخير بالكرة بعد أن صفر الحكم. وهنا بشكل مستفز تابع الحارس كيف حاول ضرب روبرتسون بهذه الطريقة. وصلت الكرة إلى لاعب أرسنال فتابعوا كيف سددها بكل قوته لترتطم بالعارضة ثم برأس الحارس إيميليانو مارتينيز ثم تدخل الكرة إلى الشباك. لقد كان اللاعب محظوظا بهذه التسديدة القوية التي ساهم بها إيميليانو بوضعها في الشباك. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.